مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار صوت الساحل التونسية. أعرب عدد من الأولياء بسيدي بوعلي عن تذمرهم من الاكتظاظ الحاصل على مستوى الأقسام وارتفاع عدد التلاميذ بكل فصل، وبين الأولياء لقناة صوت الساحل الأسباب الكمنة وراء ارتفاع عدد المنتسبين لهذه المدرسة، كما طلبوا بإضافة أقسام جديدة للتخفيف من الاكتظاظ. هذا وسيحسن هذا الاقتراح من سير العملية التعليمية كالفهم والاستيعاب لفائدة كل من التلميذ والمربي. نحن عندنا اكتظاظ في الأقسام، لا عندنا مشكلة مع مدير ولا مع معلمين، فهمتي؟ التلاميذ ما همش قاعدين يقعدوا مثلا ثلاثة فرد طاولة، فهمتني؟ هذه نوفروا قسم آخر، واحد كل قسم اثنين أخرين، باش على الأقل ما عاد يقراوا التلاميذ مرتاحين. أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر خلال زيارته لولاية سوسة أن محطة التطهير سوسة حمدون من معتمدية سيدي عبد الحميد ستكون جاهزة خلال شهر ماي 2018، وأوضح أن هذه المحطة التي تجاوزت نسبة تقدم أشغالها إلى حد الآن 75% ستساهم في فض إشكال التطهير بالجهة والتوقف عن صرف المياه المستعملة في البحر. نزور محطة التطهير الحمدون اللي هي محطة تطهير كبيرة واللي هي إن شاء الله متقدمة وكذا، ونهارة اللي تحل محطة التطهير هذية، وإحنا حارسين خاصة على أنه المشروع هذية يكمل في الوقت نتاعه، لأن وقت اللي تحل محطة التطهير هذا مش حل مشاكل كبيرة. نظمت جمعية أزرقنا الكبير بالمنستير يوما تحسيسيا بالبيئة والمحيط بشاطئ المارينا بالمنستير لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية في مراكز رعاية هذه الأصناف بولاية سوسة، المنستير والمهدية، وعددهم 10 مراكز. ومكنت هذه الفعالية الأطفال المشاركين من التعرف على المحيط والبيئة واكتشاف الثروة السمكية والنباتات البحرية، كما تمكن الأطفال المشاركون من الغوص في البحر وأطلاق السلحفاة البحرية. اليوم في المستير في إيفينمون أونديكاب دي اللي تقوم به جمعية أزرقنا الكبير كل عام، أونديكاب دي هو خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نقوم الأكثرية بنشاطات بحرية، أنشطة مائية، تنشيط بحري، ويجربوا زادة الغوص تحت الماء. هذه حاجة نعملها كل عام باش الفئة ذيك متاع المجتمع نزيد ونعملوا لعملية اندماج مع الفئة بقية الفئات. نظمت غرفة التجارة والصناعة للوسط يوم الأربعاء المنقضي بنزل بسوسة ورشة عمل بعنوان النظام البنكي رافض للقدرة التنافسية وداعم للتصدير، وتندرج هذه الورشة في إطار الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية المصدرة المتواجدة بجهة الساحل، وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بالخدمات المزداة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المصدرة لتسهيل عملية التصدير. الوركشوب هذية أبرمي باش نجيبوا المؤسسات البنكية باش نعرفوا المؤسسات متاعنا بشنو ما الخدمات الموجودة على ذمتهم. نلاحظوا أنه العديد من المتعاملين الاقتصاديين ما يعرفوش اللي بعض البنوك راهما طوروا العديد من الخدمات تمشي من مرافق لي حتى معناتها لاكسي للمخشي كاريمون شنو ما لي كومبوزونت عندهم، حتى نقاط في بعض الأسواق. التزم ممثلو أعوان النظافة والاتحاد الجهوي للشغل يوم الأربعاء 27 من سبتمبر 2017 بفض الإضراب الذي ينفذه كامل أعوان النظافة بالمطار الدولي بالمنستير والبالغ عددهم 46، والمطالبين بالترفيع في المنح وبالقانون الأساسي للشركة. وتم الاتفاق على فض الإضراب الذي ينفذه الأعوان لمدة 4 أيام، ذلك إثر جلسة عمل بمقر الولاية بإشراف المعتمد الأول طارق البكوش وحضور ممثل عن تفقدية الشغل بالمنستير وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل وممثلي أعوان النظافة بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير.
أشرف مؤخرا كاتب عام ولاية المهدية محمد الأزهر الحسيني على جلسة عمل خصصت للنظر في سبل إيجاد رصيد عقاري بالجهة يمكن من رسم خطط جديدة لتسيير إنجاز المشاريع المستقبلية للسكنة، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للوكالة العقارية للسكنة والإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والتهيئة الترابية ومندوبية التنمية الفلاحية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن ممثلين عن معتمديات وبلديات المهدية وسواسي وبومردس. هذا وتطرقت الجلسة إلى تحديد أولويات برامج تدخل الوكالة العقارية للسكنة بولاية المهدية على المدى القريب والمتوسط. استقبل يوم الثلاثاء الفارط ولي سوسة عدل الشليوي رفقة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة حسين بوشهوة فريق الشرطة البيئية بمقر الولاية، حيث أوصيا بضرورة الانصراف الجدي للعمل والمتابعة اللصيقة والدقيقة للتجاوزات داخل المنطقة البلدية بسوسة وكافة أرجاء الولاية، وذكر إطارات الشرطة البيئية بالعمل على تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين حرصا من الجميع على نظافة مدينة سوسة، كما أوصيا بضرورة المحافظة على التجهيزات الموضوعة على ذمتهم كالسيارات مع التواصل اليومي مع هياكل الشرطة البلدية. جدة مساء الأربعاء المنقضي حادث انقلاب قاطرة القطار القادم من صفاقس في اتجاه تونس العاصمة، ولم يسفر هذا الحادث على مستوى مدخل مدينة تنفيذة ولاية سوسة عن سقوط ضحايا، وإنما تسبب فقط في إصابة 8 من الركاب ببعض الخدوش وسائق القطار بجروح بسيطة. وللإشارة فإن القاطرة قد انقلبت جراء اصطدامها بشاحنة ثقيلة كانت تعبر السكة الحديدية. في أخبارنا الرياضية، تقرر بعد الاجتماع الأمني الخاص بمقابلة النجم الساحلي والأهلي المصري منح 15,000 تذكرة لجماهير النجم الساحلي والسماح بحضور 1,000 مشجع من الفريق الضيف، وتندرج المباراة لحساب ذهاب الدور النصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا. هذا وقد انطلقت عملية بيع التذاكر منذ يوم الجمعة بشبابيك مقر النادي. نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري أنه تم تعيين الحكم الجابوني يوتوغو كوستاني لإدارة مباراة النجم الساحلي وفريق الأهلي لحساب ذهاب الدور النصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي تدور بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 6:30 مساء الأحد غرة أكتوبر 2017. وبعد فوزه على الترجي الرياضي فضل الأهلي عدم العودة إلى مصر ومواصلة تحضيراته بتونس استعدادا لموعد لقاء النجم الساحلي بسوسة. بأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.